السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ معاكم تاني حلقة الأسئلة التكنيكال. وطبعا الأسئلة التكنيكال الفترة دي ما جاتش كتير، يعني بنسبة 30% بكتير قوي، لأن في ناس دخلت. يا جماعة، انت لما بتدخل وبتقدم نفسك، طريقة التقديم ذات نفسها انت بتقول حاجات، كورسات خدتها، شغل، بتتكلم عن إنجازاتك بعد الدراسة والكلام ده كله بعد التخرج يعني. فعلى اساس كده هو بيسألك، تمام؟ فدلوقتي هما في ناس دخلت انترفيو امبارح، قال لهم انا عارف ان انتوا حافظين الكلام ده من على التليجرام. فمعنى كده ان الاتش ار منتشر في التليجرام، او ليه حد، او بيخوف الناس. فما هو عنده حق يعني. يا جماعة، محدش يحفظ، انتوا ادخلوا. اي نعم، بنقول المواقف عشان بتكونوا محضرين، بحيث مش حافظين، محضرين تفرق. يعني انا دلوقتي زي نطاق القوة فيا، فانا مش دلوقتي لو سألت سؤال حاليا وانا مش عارف لسه هفكر، فطبيعي مش هفكر قدام الاتش ار. لازم اكون عارف الاسئلة اللي جت عشان اعرف انا اجاوب اي حاجة انا مريت بيها. مش معنى كده ان انا احفظ، فاهمين؟ بيعرف اللي بيحفظ. والاسئلة التكنيكال بنذاكرها عشان لازم يعني هي لازم تتذاكر. يعني في اسئلة ما ينفعش تجاوب غير كده، يعني دي مش حفظ. فطريقة واسلوب كل واحد بيختلف عن التاني، هي دي اللي بتميز وبتخلي الاتش ار عارف اللي قدامه مش حافظ، تمام؟ فطبيعي ان انت هتخترع مثلا اجابات من عندك، لا، اكيد اجابات التكنيكال جايبها من على مواقع او اي منصة بحث عادي. يعني الكلام ده موجود على التليجرام، احنا بنجيبه هنا عشان يكون متجمع في حلقات، بحيث ما حدش يتلخبط، بحيث ان نفس المواقف وحدها. يعني خلص التكنيكال وبعدها المواقف، انا جايب لكم فيديو تاني للمواقف. ده مثلا بيقول لك ايه المنتجات والخدمات اللي بيقدمها البنك. انت حتى لو دخلت على جوجل وبحثت هم عارف زي ايه، زي الشهادات والودائع والقروض وقروض الائتمان. وبيقول لك ايه الفرق بين الوديعه والقرض. الوديعه طبعا دي فلوس انا حاططها عشان اخد مبلغ معين، كاني بستثمر فلوسي بطريقه ان انا بدل ما اعمل مجهود واتلاشى الريسك، انا احط فلوس البنك وهاخد عليها انترست. كمان الوديعه منها طويله الاجل ومنها قصيره الاجل. وفي برضو القرض، ده فلوس انا مسلفها من البنك، مسلفها ليا، بياخد عليها برضو فايده. وبرضو القرض، فيه قرض طويل الاجل وقرض قصير الاجل. طبعا اخر قرارات البنك المركزي احنا قلناهم الحلقه اللي فاتت. السطر ونص اللي فوق ده تبع دور البنك المركزي، وده سؤال لوحده هنجيبه دلوقتي. السؤال معانا ايه الفرق بين الفيزا والماستر كارد. مفيش فرق بين الفيزا والماستر كارد، دول شركات متخصصه في اصدار القروض البنكيه زي اتصالات وفودافون كاش. بس في واحده اقدم من الثانيه، ماستر يا جماعة هي الأقدم من ماستر، تمام؟ أنا هنا حبيت أجيب لكم موقف مثلا هيقول إيه. أنا خرجت عن الإطار التكنيكال، بس مثلا موقف هنا بيقول إيه نطاق القوة والضعف فيه. نطاق الضعف يا جماعة، ما تقولوش حاجة تأثر على الشغل أو حاجة سلبية، قولوا حاجة حلوة بس هي برضو ما ينفعش نعملها. زي مكتوب هنا بيقول لك إن أنت بتعمل حاجتين في نفس الوقت، او قولوا صفة التردد شوية بس مع حسم القرارات، وانك تاخذ قرار في الموضوع وتبدأ وحصل ان انت يعني نجحت وانجزت حاجة. ده خلاك ان انت عايز يعني اللي هو لغى حتة التردد وان لازم احسم قراراتي، ده برضو صفة كويسة وبرضو نقطة ضعف. برضو حاجة تانية اللي هو بتحب التكنولوجيا، مع ان التكنولوجيا كويسة بس بتأثر طبعا على الوقت والصحة. نطاق القوة طبعا اللي هو مثلا قولوا ان انت عندك حافز زيادة، عندك طموح زيادة، بتحب تنجز حاجات في وقت قصير، دي نقطة قوة عندك. مش بيأثر فيك الاخرين قوي. مثلا ايه تاني، مثلا بتحب تشتغل تحت ضغط، فدي اتقالت كتير قوي فكأنها محفوظة، ما تقولهاش يعني. قول حاجات حاجة فيكم بجد يعني. وطبعا انواع البنوك ودور البنك المركزي ومهامه، دي هجيبها لكم. انواع البنوك، بنوك استثمارية وتجارية واسلامية وصناعية، تمام؟ مثلا هنا بيقول لك ليه حابب تشتغل في بنك. هنا مكتوب لان مجال دراستي بيطور من نفسي وبيزود معلوماتي، فدايما بتطور من نفسي كورسات عشان انضم لمجال مصرفي. دي حاجه محفوظه يعني، لكن ممكن تقول انا هبقى مقترح عليكم حاجات ان انتوا
اللي هو تفكروا معايا وتضيفوا من عندكم حاجة عشان ما نقولش حافظين. ممكن تقول انا يعني داخل الكلية عشان داخل تجارة عموما عشان اشتغل في بنك. ليه؟ طيب عشان برضو البنك يحقق لي استقرار وظيفي ويحقق لي اهداف انا لازمها. كمان انا حبي للمجال المصرفي هيخليني انجح فيه بسرعة. ممكن تقول برضو عشان ده هدفي الاول، انا اجتهدت ايام الجامعة وذاكرت وخدت كورسات عشان اوصل ان انا في يوم امتحن في بنك وانجح واوصل للوظيفة اللي انا بحبها. كمان بيحقق لي هدف الاول اللي هو الشغل. بيقول ايه اللي خلينا اقبلك؟ طبعا تشوفوا صفات البنك ايه، ان انا حبي للمجال ذات نفسه هيخليني ادي الولاء اكتر. كمان ان انا بطور من نفسي، ان انا حطه هدف اول ليا، بتحمل المسؤولية، شخص صبور، بشتغل حبي للمجال هيخليني اشتغل تحت ضغط اكتر. ايه تاني؟ كيفية التعامل مع العملاء لو حد فيكم اشتغل في فودافون او اتصالات او كده يعني تجيبوا صفات يتميز بيها موظف البنك. انا اقدر على فكرة اجيب لكم حاجات واكتبها، بس بصوا يا جماعة، في حد امبارح دخل انترفيو زي ما قلت لكم، قالوا له الاتش ار، قال له ما تقولش اللي حافظه من التليجرام او اليوتيوب، يعني هو اصلا متابع قنوات اليوتيوب ومتابع التليجرام وعارف كل حاجة. فعشان كده يعني اللي هو انا ما اقدر اجيب لكم كل حاجه زي الانجليش، بس انا هضركم كده لان ممكن ناس كتير تنزل بسبب كده. وهو الافضل ان انت تتصرف بطبيعتك وتقول الحاجه اللي انت يعني، مثلا زي سؤال ايه اللي يخليني اشتغل، ايه اللي يخليني اقبلك، هروح امسك كده ادور على صفات موظف البنك واجيبها واشوف ايه الصفات اللي فعلا قريبه من شخصيتي عشان لما اقول الحاجه تطلع. يعني كلنا على فكرة او 90% مننا، اي نعم كلمة تشتغل تحت ضغط اتقالت كتير، بس اغلبنا عايز يشتغل تحت ضغط لان احنا حابين المجال المصرفي، حابين نشتغل في بنك، فاكيد هنشتغل تحت ضغط. فاللي يقولها يشرحها عشان تبان، ويشرحها فعلا يعني اللي هو بواقع حقيقي، يعني اللي هو يقول حاجة موجودة فيه. طبعا السؤال ده ايه الفرق بين التيلر وخدمة العملاء والكول سنتر، وطبعا لو هتشتغل هتفضل ايه فيهم، كل واحد ليه صفاته. طبعا مكتوب قدامكم التيلر بيعمل ايه وخدمة العملاء بتعمل ايه والكول سنتر بيعمل ايه. يعني لو سألك يعني اغلب الناس بتقول خدمة العملاء، وفي الاخر يقول لهم ليه خدمة العملاء، لان هو بيجذب للبنك موظفي سوري عملاء اكتر، وبيتعامل مع العملاء بشكل مباشر، بيفتح حسابات وتشرح وظيفته ويقول لك ممكن يدخلك في حته ايه، اشرح لي انواع العملاء. تمام، انا جايبهم لكم في الاخر يعني. فيعني ما تتعمقش معاه قوي عشان ما يدخلش معاك في تفاصيل وحسك ان انت بتتحدى او عارف. يعني هنا مثلا عرف نفسك بالانجلش او بالعربي حسب الاتش ار. في اتش ار بيقول لك ابدا معايا عادي عربي، وفي الاخر يديك كم موقف انجلش. في اتش ار يقول لك ابدا بالانجلش. تمام، هتعرف اسمك وسنك والمكان اللي عايش فيه واتخرجت من كليه ايه وخبرتك العمليه او اي كورسات خدتها، اي حاجه انت قدمت فيها حتى لو فشلت فيها، لان هو ما بيحسبهاش من ناحيه الفشل، هو بيحسبها من ناحيه انت اللي هو عندك حافز تعمل الحاجة او اللي هو خدت خطوة. تمام، ليه عاوز تشتغل في البنك؟ ممكن برضو افراد عيلتك تقولهم برضو كم عددهم، يعني ليه عاوز تشتغل في البنك وليه هتسيب شغلك الحالي او سيبت شغلك القديم. طبعا وقتها لما تقول ان انت اشتغلت او شغال حاليا، هيقول لك لو اسألك السؤال ده، طبعا قلنا قبل كده يعني هو يشبه السؤال اللي فات، ان انا عايز انا المجال المصرفي هدفي من الاول، دخول الكليه هدفي ان انا اشتغل في بنك والكلام ده كله. وليه لو انت سبت شغلك كنت بتشتغل وسبته،
ما تجيبهاش في ناحية الفلوس أو ناحية مجهود، لأن كده أنت مش بتقدر تدي شغل، مش بتتحمل مسؤولية أو عندكش حتة اللي هو أنت تشتغل تحت ضغط ولا. والناحية التانية لو جبتها في ناحية فلوس، إن فلوس قليلة هيقولك إن أنت كده بتبص على الفلوس مش عايز خبرة، فأنت تقول إن هو المكان ده مرضيش، ما ادانيش الخبرة الكافية أو ما استفدتش منه كخبرة برضو. يعني تجيبها من ناحية الخبرة أو الاستفادة. تمام. طبعا عملت ايه بعد ما اتخرجت لحد دلوقتي؟ الناس اللي ما اشتغلتش يا جماعه، تجيبها في كورسات، تجيبها اي انجاز عملته في حياتك، مش شرط الشغل، ان انت دخلت المجال نفس المجال المحاسبه او اشتغلت في شركه او في تسويق او الكلام ده كله، مش شرط. يعني حتى لو اي حاجه اشتغلتها وبدات فيها، دي بالنسبه لك شغل. الناس اللي عامله خدمه عامه وما اشتغلتش شغل بره، يعني خدمة عامة بس، تقول اشتغلت خدمة عامة، تقول كورسات خدتها، تقول قدمت في بنوك، قدمت في شغل ما توفقتش فيه، الوقت ده اخد مني وقت، اخد مني سفر ومجهود، تقول الحاجات دي كلها دي في صالحك. ايه تاني اقول لك؟ على موقف صعب اتعرضت ليه في شغلك او حياتك، حياتك عموما لو قلتي مواقف كتير مرينا بيها مش كويسة. احنا وبندخل الثانوي، سوري، بندخل الجامعه، التخرج من الثانوي عموما واجهتنا مشاكل كتير وضغوطات نفسيه والاهل والناس، ضغوطات الكليه مثلا، لو في ناس كانت بتصرف على نفسها كان عندها ضغط ان هي تشتغل وتذاكر، مثلا التخرج بتدور على شغل، ده ضغط برضو. اي موقف في شغل مع زميل، موقف مع عميل حليته، اي حاجه مرت بيها. انا بقترح عليكم حاجات عشان دي 90% مننا مر بواحده منهم. تمام. طبعا السؤال الاخير ده انا شرحته. تمام. اللي جاي بقى ده عن انواع العملاء: العميل الشاكي والمتزن او المتوازن والمؤثر. ليه بقى؟ عشان لو سألك حابب تشتغل ايه وقلت قسم العملاء او قسم خدمة العملاء، او انت اتسألت انواع العملاء، انا بجيب لكم الحاجات يعني اللي هي ب30% جاية، بس برضو المواقف هي اللي بيقيم على اساسها الاتش ار، مش التكنيكال. وبرضو التكنيكال حتى لو تجاوب غلط برضو مش مقياس ان هو يقول لك ان انت بيحط لك نيجاتيف بوينت، لا، ده هو بيبص على انت بترد ازاي وثقتك قدامه. قلنا كتير الكلام ده يا جماعة. تمام. لان الكلام اللي بيتكرر بيعرفه. طبعا العميل الشاكي ده عميل على طول بيشكي وبيهتم بالتفاصيل ودايما بيهدد ان هو بيعمل شكوى وهيرفع شكوى، هيقدم شكوى لرئيس البنك ومدير البنك والكلام ده كله. فالعميل ده دي معاملة خاصة، مفروض خدمة العملاء بتكون فيها كل المهارات اللي هي تقدر تتعامل مع العملاء ومع انواعها. مثلا ده بيشتكي على طول واوقات صوته عالي وبيشتم مثلا اللي هو انا هعمل وهعمل، فده عايز حد يكون صبور جدا. بيقول لك هتتعامل معاه ازاي؟ ان انت تكون صبور وتحاول تجيب له اي حل للمشكله، في حل المشكله يعني لو شتم او قال لفظ خارج او يعني اتنرفز او كده، لانه على طول كده لا، انا احاول اكون صبور معاه واتفهم الموقف واحاول احل الموقف واتواصل لاحسن حل ليه عشان يرضى. تمام. والعميل الاجتماعي والمؤثر ده عميل دايما طموح، والعميل ده بيحب يكسب الثقه بسرعه من الاخرين. تمام. فلازم انا كخدمه عملاء اسمع له، احاول اسمع له كتير. والعميل المؤثر ده دايما بيتكلم عن حياته الشخصيه في كلامه، احاول اسمع له. تمام. العميل المتوازن ده بيميل اللي هو يا فندم كده، كلامه ذوق جدا وهادي جدا، هو بيكون هادي في كلامه كده، فده يعني ما فيش مشاكل منه، فبتعامل معاه بطريقه ثابته، بطريقه عاديه. طبعا كل الكلام ده موجود في كورس اساسيات العمل المصرفي للاستاذ عبد الرحمن محسن على اليوتيوب. تمام. في الحلقات الاخيره، في حوالي الحلقه 31 او حاجه زي كده،
بالنسبه لكورس مستر عبد الرحمن محسن، انا مش بروج ليه يا جماعه، والله العظيم اقسم بالله انا خدت، انا ذاكرت الكورس ده فادني كمعلومات. انتوا كل فتره بتعدي عليكم ما تفرحوش بيها، ان لازم تستغلوها تضيف لكم معلومات تضيف لكم خبره. فالكورس ده فادني كمعلومه، هاتوا كراسه وورقه عادي، اكتبوا الكورس ذاكروه، مده الفيديو 5 دقايق، قسموه على 3 ايام هيخلص معاكم. في برضو كورس بالانجلش، اساسيات العمل المصرفي بالانجلش بشهاده من جوجل، هبعت لكم، هنزل اللينك في الديسكريبشن. اللي عايز ياخد الكورس يسجل عادي وياخده. هنزل لكم برضو لينك قناه التليجرام، جروب التليجرام، اللي عايز يتناقش في حاجه يبعت. الفيديو اللي جاي هيكون عن دور البنك المركزي، ايه البنك الزراعي، ايه خطه التطوير في البنك الزراعي، وليه اخترت البنك الزراعي، وبرده ليه تاثير كورونا على الاقتصاد المصري. برده بعض المواقف، طبعا هنزل لكم باقي المواقف، يعني احنا هنخلص تكنيكال معاهم بعض المواقف في الفيديو اللي جاي، وبعد كده هنستمر مواقف. طبعا مواقف انا هقولها لكم بحيث ان انت انا هقول اقترح عليكم حاجات تقولوها، بس ما تقولوهاش، يعني اللي هو كل واحد يشوف الحاجه دي مر بيها فعلا، ولو مر بيها وقالها هيبان ان هو مش حافظ. تمام. انا ليه بقى، انا ليه بجيب المواقف؟ عشان ما تجوش قدام الاتش ار هو هتسال في حاجه لسه هتفكر فيها، فتبان انك تتوتر، ممكن تتوتر تخاف، فانك تعرف الموقف السؤال ذات نفسه وتفكر فيه مع نفسك وتجيب اجابه تكون مريت بها فعلا، دي حاجة كويسة مش وحشة. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.